سلام. قولي كيف تروا التوسع الإيراني بشكل خاص لسوريا وحدودنا مع سوريا؟ في قلق كبير في إسرائيل من هذه الخطوة. يا بالتأكيد إيران لديها مشروعها السياسي وهو يمثل غطاء لمشروعها التوسعي سياسيا وجغرافيا. استطاعت أن تفعل ما تفعله في سوريا وكذلك في العراق، ونتمنى من العالم قاطبة أن يتفهم نحن أمام تهديدات مباشرة لأمننا القومي، ودول الخليج العربي ستتخذ ما تراه مناسبا، وعلى كل دولة أن تعي. يعني أنتم الآن تتحدث أن إيران تمثل تهديدا مباشرا لأمنكم القومي، وكذلك نحن.